لدينا سؤال هام قبل أن نبدأ بالإجابة على هذا التساؤل الذي طرحته حضرتك. نعم. هل إيران هي الوحيدة التي تمتلك في المنطقة المفاعلات النووية؟ بالطبع لا. هناك مفاعلات نووية توجد لدى حتى بعض الدول العربية. لكن هذه المفاعلات النووية تستخدم إلى الأعمال السلمية. هل إسرائيل لديها قنبلة ذرية؟ أقول نعم لديها قنبلة ذرية. إذا الدول العربية بشكل دائم تحجم أعمالها بشكل لا يضر الإنسان، بينما إيران تريد هذا المفاعل كي تسيطر على المنطقة وتستخدمه في الأغراض العسكرية وغير العسكرية. الدول العربية محكومة في أنظمة محددة لا يمكنها أن تستخدم تلك المفاعلات للمواضيع العسكرية والإنتاج العسكري وللتهديد وإلى آخره. لأن بطبيعتها، وأقول بين قوسين، الدول الإسلامية العربية بطبيعتها غير عدوانية، وبالتالي لا تستطيع أو لا تريد القيام بأي عمل عسكري ضد الآخر. إذا إيران تعرف هذا خلال دراستها للحالة الإنسانية والحالة الاجتماعية للمجتمعات العربية، وبالتالي تسعى هي لأن تكون اليد الطولة أو العصا التي تؤدب فيها أي دولة في المنطقة. الآن هناك لدى مصر مفاعل نووي، هناك لدى الأردن خطة لأن يتم إنتاج المفاعل النووي، هناك لدى بعض الدول العربية مفاعلات للمجال السلمية. إذا يمكن لكل الدول أن تمتلك تلك المفاعلات، لكن هي تعمل عليها لكي يكون هذه المفاعل أو تكون هذه المفاعلات للعوامل السلمية. الآن نعود إلى ما حدث للعراق. اتهموا العراق، لماذا تم الآن قتل العراق وتشريد العراق وتدمير العراق مقابل أن لديه مفاعل نووي على سبيل المثال كما يقال، ولم يتم الالتجاء إلى إيران وهجوم على إيران كما فعل بالعراق؟ إذا الهدف الأساسي من العملية الغربية وخاصة إسرائيل أن تكون إيران هي السرطان والضربة الذي ينتشر في المنطقة لكي يسيطر على المنطقة بغض النظر على من وبيد من. نعم.